الحمد لله العفو الغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. يتوب ربنا على من تاب ويقبل على من أناب ويجبر المقصور. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب النبي صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى واسمه على أبواب الجنة مكتوب. فبداية أحمد الله حمدا طيبا مباركا فيه، ونحمد الله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، ونقدم الشكر والعرفان لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة معالي وزير الأوقاف لاهتمامه بهذه المنظومة الاجتماعية. وصل مديرية أوقاف بني سويف على 3 طن، وقبل ذلك 39 طن، ليكون الإجمالي إجمالا 42 طن لحوم صكوك أضاحي. شكرا لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. اليوم الخميس الموافق 24/9/2020 تسلمت مديرية أوقاف الفيوم سيارة لحوم صكوك الأضاحي محملة بأربعة أطنان من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون الجملة التي تم تسليمها للمديرية حتى الآن الجويه طن لحمة. قامت المديرية بتوزيع هذه الكميات على الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا حسب تعليمات الوزارة، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. اليوم الخميس الموافق 24/9/2020 تم وصول 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 42 طنا يتم توزيعها حسب توجيهات معالي الأستاذ الدكتور الوزير على الأسر الأولى بالرعاية، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، سلمت اليوم الخميس الموافق 24/9 مديرية أوقاف القاهرة 3 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الإدارات الفرعية، حيث تقوم الإدارات الفرعية بتوزيعها على المستحقين، كما نتقدم بسابق الشكر والتقدير إلى معالي السيد الدكتور وزير الأوقاف وإلى جميع العاملين بهذا المشروع، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، والسلام عليكم ورحمة الله.